الأمس كانت أنا وزميلتي منى الأنصاري كان بالبث المشترك ليوم التأسيس، لبسنا من الأزياء المصممة المبدعة وضحى القحطاني، قد إيش جميلة. إذا تبون تشوفونها ادخلوا على حسابي بمواقع التواصل الاجتماعي الخاص في إنستغرام وراح تلاقون كل الأزياء. طيب ودنا كذا في البداية وضحى، كيف كانت بدايتك؟ إيش اللي خلاكي فجأة كذا تصممين الأزياء التراثية وتحطين فيها لمساتك؟ والله يا جمانة يعني أنا بقول لك من البداية، يعني دائما كل شيء التربية والبيئة تأثر عليه، وأنا من بيئة الدرعية وطبعا ومن مواليد الدرعية ومن سكان الدرعية ومسقط رأسي الدرعية، فطبيعي جدا أني حتأثر بالدرعية، بتراث الدرعية، مباني الدرعية، عرضة الدرعية، طقوس الدرعية وأهالي نجد عموما، وهي على مركز النجد يعني. فهذا شيء يعني انغرس فيني من الطفولة، حبيته عشقته كبرت وترعرعت عليه. طبعا انا يمكن انا مصممة ازياء شامل وفنية اكثر شيء، يعني انا يعني اتاثر، ممكن يا جمانة تاثر فيني اغنية، عرضة، قصة، حكاية، يعني واروح اعبرها واترجمها لك بقطعة، يعني كذا تستلهمين تصميم ازيائك. بالضبط، فانا قاعدة استلهم من الاشياء اللي ممكن انت تشوفينها تقولين يعني هذه يعني صعب انك تطلعين منها شغله معينه وهي اصلا كاغنيه مثلا معينه او اوبريت معين او شيء، لا، هذا المصمم هو فنان في النهايه، هو قاعد يترجم اللي في مخيلته وفي فكره بقطعه اللي قاعده تلبس. فاقل شيء ممكن انت تعمله لهالوطن انك تشارك في هذا اليوم، وهذا اليوم مهم جدا، انت قاعد تعرض الشغلات أكيد. تفيد فيها اجيال يا جمانه، ترى الاجيال قاعده تشوف، وعشان كذا انا اقول دائما خلونا حذرين في القطع اللي احنا قاعدين نصممها. يا سلام، لازم نكون حذرين ولازم نكون يعني ننتبه ان ما نخبط، يعني نلخبط في سوري في القطعه الواحده، ما نخبط نحط كذا تراث في قطعه واحده. ايوه يعني مثلا انه خلاص شماليه نحاول قد ما نقدر ننسج كل تفاصيلها بروح الشمال، زي كامل متكامل تبع المنطقه، لا ناخذ من كل منطقه قطعه ونلبسها، يعني بيكون يمكن مش حلوه غير انها ما حتترجم، لا وبتوه الاجيال الصغيره. يا سلام، احنا لازم احنا واجبنا احنا الكبار، احنا فاهمين احنا قاعدين اوكي نلبس كذا كذا، بس احنا فاهمين لا في اجيال في اطفال، وامس الاطفال اكثرهم قاعدين يسالون ايش القطعه، يعني مثلا اعرف اطفال لابسين الهامه فقاعده تسال امها ايش اللي قاعده البسه على راسي، فحلو ان الام او الاب يكون عنده خلفيه بالقطعه اللي هو لابسها، وزي ما قلت انت متكامله. يعني يمكن كثير اللي شاف التصاميم خاصه اللي لبستها امس قالوا انه يعني فيها شيء غريب، فيها الماضي مع لمسات الحاضر، وهذا يا جمانة المفروض اللي احنا كلنا كمصممين احنا نتبعه. اوكي انا كثير جتني تساؤلات انه انت براند بدويه كيف انت تصممين، المفروض يفترض انه تكون كلها تراثيه ويعني على قولتهم بيور يعني، لكن الصح والافضل انك تمسكين القديم وتجددينه، ليه؟ للاستدامه، وأساس سلام. بالضبط، وعلى أساس الأجيال الجديدة ما راح يتقبلون إنه يعني شيء قديم ويلبسونه، يمكن يتجاملون في يوم اللي هو يوم تأسيس ويوم مناسبة معينة إيفنت معين وخلاص، لا، إحنا الهدف الأساسي إن إحنا نكون نلبسه في مناسباتنا ونطوره ونخليه يعني على قولتهم وهي هوية أصلاً، هو هويتنا، يفترض إنه في كل المناسبات تلبس. وخليني أضرب لك مثال على الهند، انت شايفه كيف الساري الهندي؟ يا سلام، في كل مناسباتهم، في بوليود، في ريد كاربت، في كل مكان قاعدين يلبسون، من زمان متطور وما زال، يا سلام، وما زال مستمر. ليه؟ لانهم قاعدين يطورون فيه، في نقوشه، في الوانه، في لمسات بسيطه قاعده بدون ما يضيعون الهويه. وهذا اللي احنا المفروض يعني كمصممين، هذا اللي كنت بسالك فيه، انه ممكن البعض يقول انه حيأثر على غياب هويه الزي التراثي، انه قاعد تضيع هويتنا. طيب هنا تطلع احترافية وشطارة المصمم، أنا كيف أكون مصممة وأنا ماني أضيع المحاور، لازم في الأساس أمسك البيسك والأساس اللي هو الهوية الأصلية، وهنا أطور عليها، هنا تبدأ وتوضح لك
شطارة المصمم. يا سلام، هذا ايوه، انه ما تخفي الهوية بتصميم موجودة جديد. خطك وهويتك موجودة، لكن انت قاعد تطور عشان الأجيال والمناسبات الجديدة هذه. أكيد أنك ما راح تلبس أشياء يعني خلاص، ولا نبغاها زي ما قلت لك نبغاها في يوم وفي السنة ولا يومين وننتهي الموضوع، لا، إحنا نبغاها مستدامة طول السنوات، وإحنا نلبسها والمناسبات وشكلها جميل. ويا جمانة، إحنا من فضل الله سبحانه وتعالى إحنا عندنا تبارك الله حضارات متعددة في الشمال صحيح. وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، وزود لك على كذا إن كل منطقة فيها أيضا تتقسم إلى أزياء معينة، يعني كقبائل وكمدن وكتخيلي، يعني تتخيلين الشمال فيها كذا، يعني فيها كذا لوك، الجنوب المنطقة الوسطى، يعني مش كلهم زي واحد. يعني أنا اللي لاحظت أمس، يعني يمكن فعلا هذا يوم التأسيس قاعد يعلم الأجيال نستحضر ماضينا، وحتى كيف تأسست الدولة منذ 3 قرون، وبال يعني كمان من الأشياء اللي نتعلمها الأزياء. يعني أنا من نفس الزي، يعني زي المنديل الجنوبي، أنا اكتشفت أنه له كذا طريقة لبس، المتزوجة غير المخطوبة غير البنت، هذا هو. فكل قلت زي ما قلت لك، كل منطقة لها طريقة حضارة لبس ولها ثقافة معينة، وهذا ثراء بالنسبة لنا، يثري، قاعد يثرينا إحنا ويعطينا خيارات متعددة لنا إحنا كمصممين ولنا إحنا كمستهلكين كمان. أنا والله السنة هذه حابة مثلا ألبس من الزي الجنوبي، السنة هذه حابة ألبس من الزي الشمالي والوسطى، وصدقيني كل منطقة يا ربي لك الحمد، وعسى الله يديمها من نعمة، آمين يا رب. كل منطقة فيها من الجمال وفيها من فعلا من جد فيها كنوز كنز، يعني بس يبغالك شوي تركزين، ويبغالنا نتأمل هالجمال. وزي ما قلت لك ما نبقى منجيبه زي ما هو ماضي ونلبسه، لا طبعا لازم نطوره ولازم نجمله أكثر بدون ما نفقد الهوية. يا سلام، يعني أمس أنا سمعت مصطلحات كثير، مسميات كثير، الكرتة، الغترة، الجلباب، كيف تعلمتي هذه كل المصطلحات وأسماء الأزياء عشان أنت تحددين كل منطقة أو كل زي أنت قاعدة تصممينها مثلا؟ أقول لك، هذه الأسماء هذه طبعا إحنا توارثناها من أجدادنا، كل منطقة ولها مسميات. خليني أضرب لك مثلا الشمال عندهم البحوثة، لما المحوثل هذا اللي هو ليه تسمى محوثل، لانه يكون فيه زي الحزام يربطونه، ويكون فيه زي الفضفضه من عند الخصر، فيعطي زي الحثال كذا نازل، فيسموه محوثل. وفي برضو عندهم الشرش والمدرقه، وفي عندهم الزبون والجبه اللي تشوفينها زي الدقله، عرفتي هذه كاني سمعتها، اي مطرزات يلبسون هذا في المناسبات. وكمان لو شفتي الجنوب عندهم الصدره او السدره، وعندهم اللي هو عرفتي هذا الأسود المطرز اللي يجي، والمجنب، وعندهم أو المجنب، وعندهم كمان اللي مجنب اللي يجي فيه زوائد على الجوانب، عرفتي وهذا أيوه. هو المجنب. وعندهم كمان الشيء جميل لازم أنبهكم عليه وأنا متابعينك، اللي هو اسمه المقلمة، اللي زي المقلمة زي الشيلة يلفونها على الرأس. إيش اللي يحطون فيها؟ إيش السر فيها؟ يحطون فيها مسحوق الزهور والزهور العطرية، لك تتخيلين يا جمالة جمال الأنثى وريحة شعرها وريحة عطر يعني قاعد يمشي معاها في المقلمة. يعني صدقين واضحة، يمكن أنا في البداية قعدت أقول لنفسي أول ما جات الصباح، يعني قعدت أفكر بما أنه لبسنا أمس وانبسطنا بالأزياء، أنه من كثر ما هي جميلة، من كثر ما هي يعني زي ما أنت قلتي تعطي جمال وريحة، يعني أزياء كل منطقة تختلف، ليش ما ترجع؟ ليش ما نلبسها يعني طول ترجع السنة؟ ترجع يا جمالة، ليه زي ما قلت لك أنه لازم إحنا نطورها، صحيح، هذا اللي بخليها ترجع، وهذا اللي بخليها في تلبسينها في كل مناسبة. طيب في رجال حين كثير قاعدين يسمعونا، هل للرجل من أزيائك نصيب ولا كلها سيدات؟ لا والله أنا للأمانة يعني الرجل عشان نطيب حقها مش فيه يعني الرجل يستاهل، وبالعكس أنا أتشرف. وطبعا لو شافوا حسابي يمكن يدخلون الحساب ويشوفوني أنا تطرقت المعلم من معالم الرياض اللي هو جبال طويق، يا سلام، نعم، وترجمته بقطعة الفنان أو ملك الروك إلفيس بريسلي. قد تستغربين يا أختي جمانة ومستمعينك إنه كيف يعني إلفيس بريسلي في جبال طويق، وهي اسم أصلا اسم القطعة إلفيس بريسلي في جبال طويق، من ملك
ملك الروك ألفس كيف شفتك كيف؟ يعني صراحة واضحة أنت قاعدة تمريني. فهنا يعني الرجال بالعكس إحنا وإن شاء الله الخطوة الجاية حينزل إن شاء الله لهم كم قطعة كولكشن كذا للرجال بإذن الله بالخط النجدي المطور وليس زي ما هو تعودوا عليه. ندخل في حضارات أجنبية ندخل في وعلى أساس أنه زي ما قلت لك يلبسونه في المناسبات وفي الحفلات وفي الإيفنتات اللي ما شاء الله قاعدة تشوفين المملكة الحين ما شاء الله تستضيف من أكبر يعني الإيفنتات. فعلا نخلص من محفل نبتدي بالمحفل الثاني وإن شاء الله يا رب يديم الأفراح والاحتفالات دائما في بلدنا الحبيب. أنا يعني فعلا الوقت قاعد يركض وكلامك جدا جميل ومستمتعين معاكي في الحديث. ودي كذا قبل ما أختم معاكي نصيحة تقولينها للمصممات اللي فعلا قاعدين يحطون لمساتهم الخاصة على الأزياء التراثية القديمة. يعني احنا شفنا كثير مصممات خاصة في هذا اليوم وبالأزياء التراثية تحديدا وبدون ما يضيعون الهوية. نصيحة لهم طبعا أنا يعني من باب يعني كمصممة ومن باب اللي الحمد لله يعني تربيت في مناطق عريقة وتراثية فقاعدة أقول لهم ما هو عيب وبالعكس والجميل والأحلى إنك قاعد تمسك القطعة وتطورها. حلو إن نلبس الماضي بس الأحلى وزي ما قلت لك عساس يكون مستدام أكثر ومستهلك أكثر ويستخدم أكثر إنك تجيبينها وتطورينها. وأنا أنبه على المتابعين لك المصممين أو المصممات أنا أتمنى منهم إنهم ينتبهون لنقطة إنه عدم الخلط في الحضارات أو في الثقافات ما يطلع القطعة واحدة فيها كذا يعني كذا حضارة أو كذا أزياء من منطقة لا يعني خلاص الجنوب جنوب والشرق شرق لكن نطورها ونمسكها ونحط عليها أنا كمصممة لمساتي أنا طيب وين إبداعي كمصممة أوكي أنا جبت القطعة طب لازم أنا حط بس أهم شيء زي ما قلت لك نتمسك بالأساس اللي هو روح تراث وخطنا كسعوديين أو كمنطقتنا. يا سلام أنا بدي أسألك سؤال إيش أقرب زي لقلبك يعني لأي منطقة؟ شوفي في البداية يمكن قلت لك يعني أنا كبراند بدوية وتربيت تخيلي أني تربيت في الدرعية يعني طبيعي أكيد وعشت من أهالي الدرعية فطبيعي أني راح أكون متشبعة ونجدية أبا عن جد لكن ما يمنع أني أتغزل في يعني باقي مناطق دولتي يعني لكن حقيقي يعني كتخصص لا والله أنا نجدي بحت يعني أحب أني أترجم كل الخطوط النجدية في قطع متطورة قطع تواكب التطور تواكب النهضة وتواكب رؤية 2030.